أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، خاصة في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من توفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص. خلال اجتماعه مع وفد اللجنة الوطنية العقارية السعودية برئاسة محمد عبد الله المرشد وبمشاركة ممثلي 27 شركة من كبرى الشركات السعودية في مجال التطوير العقاري والصناعة والزراعة ومواد البناء، أكد عبد الوهاب أهمية تشجيع الشركات العربية والأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية والقطاعات الإنشائية، معتبرا أنها تعد إحدى الركائز الأساسية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها، ومنها محور قناة السويس ومدن الجيل الرابع. تطرق الاجتماع لبحث زيادة الاستثمارات السعودية في مصر وفتح مجالات جديدة للاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتبادل الرؤى حول تعزيز التعاون المشترك من خلال استغلال الميزات التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة.